واحدة بعثة تقول من مشاهدي ساد سفن، بتقول ما رأي حضرتكم في الخروجات الكنسية التي تقام في صحن الكنيسة ويحدث في هذه الخروجات خروجات ضوضاء لا تليق بكرسية الكنيسة، مع العلم ان الكنيسة صار مجهزة بالمصرف هذا الغرض. يبقى يعملوا الخروجات في الصالة المجهزة، دام عندهم صالة ليه يروحوا الكنيسة؟ برضو نضع امامنا الآية اللي بتقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام قدسك بمخافتك. فهل اللي بيعملوا خروجات يطبقوا الآية دي؟ او الآية اللي بتقول ببيتك تليق القداسة يا رب، هل بيطبقوا الآية دي؟